هذه كارثه، هذه مصيبه، هذه تسونامي تضرب السينما المغربيه. لان الى جيتي تشوف ماشي غير السينما اوبرا اللي في سلا، حتى السينما اوبرا في كازا، فالى جينا نشوفوا غير في المدينه ديال الدار البيضاء في السونتر فيل، نبقاو غير في السونتر فيل في المدينه، غنلقاو كانت السينما الاوبرا، كانت سينما فيردان، كانت سينما فيكتوريا، كانت ابولو، كانت فوكس، كانت لارك، كانت الفنون، كانت الرجا، ميدينا، لومبير، المغرب، الامبيريا، ريالتو، الريف، ريدز، فيكتوريا، اللينكس، ايدن كلوب، دولي زحابوس. فين هما هادو؟ فين هما هادو؟ غير 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 وسط المدينه. اما انا خرجنا الاحياء كنلقاو مجموعه من الاحياء، حي المحمدي فيها السعاده، درب مولاي الشريف فيه سينما شريف، درب السلطان كنلقاو موريتانيا مدنيه، كنمشيو للمعارف كنلقاو مونتي كارلو، كنلقاو سينما الرياض في درب غلف، كنلقاو البيضاء في عين الشق. فينهم هاد وبزاف ما استحضرتهمش، العثمانيه في سيدي عثمان، فينهم هاد السينمات؟ انا ما فهمتش واش الناس كيزيدوا لقدام ولا كيرجعوا للور. ف ومصيبتا في سينمانا المغربيه، ومصيبتا. والسينما باش تطور ما خصهاش تطور غير من بين الناس، ماشي في الدين غير الناس المهنيين، المخرجين والمركز السينمائي. ما نقولش نحملوا المركز السينمائي عاوتاني اكثر من الطاقه ديالو، لان كاينه شي هيئه اللي هي اكبر، اللي هي الدوله. الدوله خصها دير سياسه واضحه للسينما والفن المغربي بصفه عامه. واش باغا الفنان وباغا الفن بكل مشتقاته، اكان سينما او مسرح او موسيقى او تشكيل او جميع ضروب الفن. واش باغيين حنا هذا الفن ولا ما بغيناش؟ اذا كان عندنا الفن خضره فوق طعام، فبالتالي يخليو الناس يقولوا لهم يسدوا المعاهد ويسدوا التلفزيون ويبقاو يستوردوا الافلام المدبلجه بالدارجه، راه ثلاثه دراهم ولا ما عرفت، ولا دابا درهم ونص الحوار، ويخليو الناس يخدموا في داك الشيء ويسدوا، وكل فنان يمشي يقلب ليه على حرفه اخرى من الاحسن. ما كاينش نبقاو نتفلاو على بعضياتنا، شد ليا نقطع عليك، واخا وسير اجي، يا شدوا يا طلقوا، صافي هذا هو اللي كيخص يكون.